اهلا وسهلا بكم اصدقائي وحبايبي، وياكم مصطفى من المانيا. طبعا اليوم راح اشرح لكم على الاوسترن. الاوسترن هو يعني العيد بالمانيا، عيد الفصح، عيد السيد المسيح. فهذا الفيديو يعني تقريبا للي ساكنين بالمانيا، راح اشرح انا لهم، واللي ما ساكن بالمانيا ومو باوروبا فهاي معلومه لا تفيده، فخلي يسمع هذا الكلام يمكن يفيدك، يمكن معلومه جديده تفيدك. اوكي، احنا عندنا هنا عيد الفصح راح يصادف هاي يوم الجمعه، يوم 19/4. فيوم 19/4 اللي هو يوم الجمعه ويوم السبت والاحد ولحد يوم الاثنين راح تعزل كل المحلات بالمانيا، يعني الصيدليات، السوبر ماركتات، المستشفيات، المستشفيات باقيه، بس اكو كثير شغلات راح تعزل، بالاخص دوائر الدوله كلها راح تعزل. فهذا تنبيه لكم انه تروحون تشترون مسواق وغراضكم، لانه كل المانيا راح تعزل يوم الجمعه ويوم الاثنين، واحنا عندنا سبت واحد عطله، لذلك راح تصير 5 ايام عطله. طبعا العدم مدارس مثلي مثل غيري، فهاي فرصه لنا، جتنا عطله. انا طبعا من يوم الجمعه ليوم الاثنين عندي عطله 5-6 ايام. فاذا عندكم اولادكم او كذا فتقدرون تسوون سفره صغيره. فاصدقائي احنا هنا بالمانيا يعني شلون راح نعرف هذا العيد انه هو موجود؟ تبدي بالسوبر ماركتات تشوف الناس دا تبيع، يعني السوبر ماركت يبيع بيض ملون، ويبيعون ويا البيض الملون ارانب. طبعا وهنا اكو بالمانيا كثير عادات يعني ترمز للعيد، عيد الفصح. من بين هذه العادات طبعا اني كاتبين بالورقة لانه انا ما اعرف العادات هذه، بس افتهمت عليهن. يعني مثلا اللون الاحمر هو يرمز لدم المسيح، فلذلك تشوف اكو بيض لونه احمر، اكو اللون الاصفر بعد بس ما اعرف شنو معناه، هاي من تفتح البيضة يطلع لك اللون الاصفر، بمعنى انه ما اعرف. يعني اكو عادة ثانية، يعني مثلا العادة الثانية هي من واحد يجي للبيت ضيف إلك، فأنت تنطيه بيضة من هذا البيضة، أنت هو بيض مسلوق وملون، فتنطيه بيضة تأكل نص البيضة أنت وتنطيه هي، هو يأكل نص البيضة. هاي بألمانيا عدنا، هذا يرمز إنه أنت تجدد علاقتك بي، تجدد يعني إنه أنت واثق بي وتحب لهذا الشخص. فهاي واحدة من العادات همات مثلاً. يعني وبعد عندنا عادة ثالثة. شنو هي العادة الثالثة؟ هي يجيبون دمى صغار، لعابات، وهذه اللعابات يحشوها أوراق وشغلات بعدين يعلقوها بالأعمدة بالشوارع. طبعا هذه العادة مو بألمانيا، بالبرازيل، بس نفس الشيء بأوروبا هم تصير ببعض الدول، بس بألمانيا ما موجودة. فهذه العادة ليش يعلقون هذه الدمى؟ تقوم الصغار والكبار يضربون بالحجر، لانه هذا بمعناه انه يعني تقلد هذا الشخص اللي هو اسمه يوداس او يودوس او هيك اسمه، هذا هو اللي خان السيد المسيح، فهو هذا يرمز لهذا الشخص، لذلك يحطوه ويرمون عليه. وبعد اكو عادة ثانية، هي يملون اسطولة يحطون بيها مي ورد، مي ومي ورد وياها عطر، بس هو مي ورد اهم شيء، ويقومون واحد يذب هذا المي على الثاني. ليش؟ لأن المي يعتبرون هم ومي الورد بالأخص هو يعطر الجروح ويعطر الجسم، يعني يعطر الجسم من الأخطاء وهاي الشغلات. وهاي شرحت لكم شنو هو عيد الفصح، واحنا عيد الفصح عندنا إن شاء الله الأسبوع الجاي. أتمنى عجبتكم الحلقة، راح أخلي لكم أنا هسه فيديوهات شوفوها، هاي عندنا بألمانيا وبرلين بالأخص وبأوروبا، اكو فيديوهات انا مسويها، اكو فيديوهات مو انا مسوي.
Voilà.